مشاهدينا مساء الخير، أخبار والثامنة من الموريتانية وأبرز ما فيها الليلة. التوقيع بين بلادنا واليابان على مذكرة تفاهم تتعلق بتمويل تثبيت بعض التجهيزات الأمنية في مطارين نواكشوط وذيبو. وزير الصحة يتفقد كل من إدارة الصيدلة والمختبرات والمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية ويحث على مزيد من الصرامة في مراقبة الدواء. الرئيس الغابوني يرد على مطالب المعارضة بأن قرار إعادة فرض نتائج الانتخابات الرئاسية يرجع إلى المحكمة الدستورية. أهلا بكم إلى التفاصيل. وقع وزير الاقتصاد والمالية والسفير الياباني بن واكشوط على مذكرة تفاهم تتعلق بهبة مخصصة لتمويل تثبيت بعض التجهيزات الأمنية في مطارين واكشوط وذيبو، ويشمل التمويل اقتناء أجهزة كشف بالأشعة الثينية ورواق لكشف المعادن. 600 مليون أوقية هو الغلاف المالي لمذكرة التفاهم التي وقع عليها اليوم وزير الاقتصاد والمالية والسفير إمبراطورية اليابان المعتمد في بلادنا، ويوجه هذا التمويل لاقتناء عديد التجهيزات من بينها أجهزة كشف بالأشعة السينية على الأمتعة المحمولة والمدعى، إضافة إلى رواق مزود بكاشف معادن. وأود التذكير بداية بأن بلادنا واليابان يربطهما تعاون راسخ ظل يتعزز ويتوسع منذ نصف قرن، وقد حظيت بلادنا ضمن هذا التعاون بتمويلات وعون هامين مكنا من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات عديدة كان لها الأثر الإيجابي الملموس على حياة المواطنين. سيداتي سادتي، سعادة السفير تجسيدا للنهج الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، باشرت حكومة الوزير الأول السيد يحيى الحدامين في تنفيذ مشاريع هامة للبنى التحتية الداعمة للنمو، وقد تم في هذا الإطار العمل على توسعة وعصرنة الشبكة الطرقية وإنشاء العديد من منشآت الماء والطاقة والاتصال، كما تم توسعة وتأهيل المطارات والموانئ القائمة، والعمل جار على قدم وساق لإنشاء موانئ جديدة. توجت تلك الإنجازات ببناء مطار دولي حديث في العاصمة نواكشوط ومطار أم التونسي الذي بدأ تشغيله قبل فترة وجيزة، والذي ينتظر منه تنشيط الملاحة الجوية في المنطقة عبر استقطاب المزيد من شركات الطيران بفعل الخدمات العصرية التي أصبحت متوفرة والتي تتعزز بفعل هذا التمويل. بدوره ثمن السيد إيشتا سوكو شيميزو أوجه الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين المنفذة في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إنه لا من دواعي جبتا والسرور أن نكون بينكم اليوم مجددا لتوقيع وتبادل مذكرات بشأن مشروع تثبيت بعض التجهيزات الأمنية في مطار نواكشوط ونواديبو، وهو المشروع الممول بحبة مالية من الحكومة اليابانية في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأغتنم هذه الفرصة لتهنئتكم على تدشين مطار نواكشوط الدولي أم تونسي، وقد أتيحت لي سابقا فرصة زيارة هذا المطار وشاهدت هذه المعلمة البارزة التي تشكل رمزا جديدا لنواكشوط حديثة وتشكل مفخرة للشعب الموريتاني. وباقتناء التجهيزات المذكورة تتعزز عملية تحديث الآليات والتجهيزات بمطاري نواكشوط وذيبو، مما يمكن من الحفاظ على مستوى عال من الأمان والسلامة. أدى وزير الصحة صباح اليوم زيارة تفقد واطلاع لكل من إدارة الصيدلة والمختبرات والمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، وقد شكلت هذه الزيارة فرصة للوزير أعطى فيها التعليمات اللازمة من أجل مراقبة الأدوية وخلوها من التزوير والغش. إدارة الصيدلة والمختبرات كانت المحطة الأولى من زيارة التفقد والاطلاع التي يقوم بها وزير الصحة البروفيسور كان أبو بكر للمصالح التابعة لقطاعه. الوزير تجول داخل هذه المصالح واطلع على الخدمات التي تقدمها، حيث استمع من القائمين عليها إلى شروح حول مهامها المختلفة، خاصة المتعلقة منها بإعداد السياسة الوطنية لليقظة الدوائية.
مدير الصيدلة والمختبرات الدكتور حمود فضل ألقى عرضا قدم فيه لمحة عن المهام الموكلة لهذه الإدارة والمتمثلة في إعداد التشريعات والنظم الصيدلانية الوطنية، مبرزا أهم الأنشطة التي ميزت السنة المنصرمة والبرامج المستقبلية لهذه السنة. أما المحطة الثانية من هذه الزيارة فكانت المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية، وهنا استمع الوزير إلى إيضاحات قدمها القائمون على المركز تناولت كيفية حفظ الأدوية في الأماكن المناسبة لها. وفي هذا الاجتماع قدم مدير المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية الدكتور الشيخ بتار السجان عرضا أوضح فيه مهام المختبر المتمثلة في مراقبة جودة الأدوية على جميع التراب الوطني، وكذا التأكد من صلاحية النتائج التحليلية لمختلف الأدوية المتناولة. جانب الأدوية جانب أساسي من أجل بناء منظومة صحية فعالة، وعلى هذا الأساس الدولة قابلة فيه إجراءات مهمة، وهو اللي جعل وزير الصحة اليوم يزور إدارتين من الوزارة، وهذه المؤسسات الثنتين عندهم دور فعال، وهو الدور اللي له يكمل عملية التموين اللي تشرف عليها المركزية الوطنية لشراء الأدوية من أجل تطهير هذا القطاع وجعله في خدمة المواطن. وتدخل هذه الزيارة التي أدها وزير الصحة لهاتين المنشآتين الصحيتين المعنيتين بمراقبة الأدوية وتشريع بيعها وتناولها في إطار العناية التي تليها الدولة لصحة المواطنين. ونلفت عنايتكم مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة ستتناول موضوع مراقبة جودة الأدوية. أدى الوفد البرلماني الفرنسي الذي يزور بلادنا حاليا زيارة للحظيرة الوطنية لحوض أرجينا التابعة لمقاطعة الشام، وقد مكنت الزيارة الوفد من الاطلاع على مختلف جوانب هذه المنطقة السياحية وما تتمتع به من تنوع بيولوجي فريد. مركز الإرشاد البيئي بالكيلومتر 230 التابع للحظيرة الوطنية لحوض أرجين، من هنا كانت بداية الزيارة التي قامت بها مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين أعضاء فريق الصداقة الفرنسية الموريتانية بالجمعية الوطنية الفرنسية، حيث قدمت لهم شروح وافية حول مراحل وتاريخ إنشاء هذا المركز والاستراتيجيات البيئية المتبعة للمحافظة على المجال البيئي للحظيرة الوطنية لحوض أرجين. الوفد البرلماني ومن خلال الجولة داخل أروقة المركز تعرف على جميع المكونات الحية في المجال البيئي للحظيرة من خلال الصور التي وثقت تلك المعطيات بشكل دقيق منذ إنشاء المركز مطلع السبعينات من القرن المنصرم. المحطة الثانية كانت الزيارة الميدانية للحظيرة الوطنية لحوض أرجين المتخذة من المحيط الدفء أن تأوي إليه آلاف الطيور المهاجرة من مختلف قارات العالم سنويا. هنا تعرف الوفد على المنطقة ذات البعدين السياحي والبيولوجي، حيث خلجال المحيط الممتدة ونقاء الطبيعة المتجدد. وعلى هذه الزوارق أبحر الوفد الفرنسي داخل عمق البحر ليتمتع بالمناظر الفذة، حيث أمواج المحيط المغطاة بآلاف الطيور النادرة مشكلة لوحة جمالية بديعة. الجولة شملت كذلك عينات من الجزر المتناثرة على شواطئ المحيط الغنية بأنواع الطيور، الآليات المتبعة في حماية هذه الطيور وجهود الدولة لتطوير الحظيرة الوطنية مواضيع كانت على المحك في لقاء الوفد الزائر بالقيمين على الحظيرة الوطنية لحوض أرجين. وبالعودة إلى المجال الصحي، انطلقت زوال اليوم بالعاصمة شغل ورشة لتكوين المكونين ومقدمي الخدمات حول النفايات البيوطبية. يستفيد من التكوين مجموعة من مقدمي الخدمات الصحية وعمال النظافة بإدارة المصالح الاستشفائية وبعض المؤسسات الاستشفائية في نواكشوط. خلال أيام هذا الملتقى سيتابع المشاركون عدة عروض، من بينها واقع النفايات البيوطبية في موريتانيا، المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البيوطبية وآثارها على الصحة العامة. تعرف منظومتنا الصحية تطورا لافتا في المنشآت العمومية وكذا في الخصوصية، ويرافق ذلك تزايد في النفايات البيوطبية، الشيء الذي يشكل
تحدي كبير يجب التغلب عليه. وعيا لأهمية الصحة العمومية، قررت الوزارة أن تعمل جاهدة لوضع إطار تنظيمي يسهل التخلص من جميع النفايات البيئية الطبية، وبشكل يضمن سلامة العاملين في الميدان وكذا المحيط. يشار إلى أن قطاع الصحة بصدد تنظيم دورات تكويرية لصالح مسؤول النظافة بالمؤسسات الاستشفائية الوطنية خلال الفترة القادمة. نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها الليلة ملفا بعنوان شاطئ الصيادين، سوق مفتوح وثروة متجددة. أهلا بكم من جديد. انطلقت بمقاطعة بتليميت البطولة الجهوية لكرة القدم الخاصة بفئة الناشئين أقل من 17 سنة. شاركوا في هذه البطولة المنظمة من طرف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة 15 فريقا على مدى 4 أسابيع. بمشاركة بلغت 15 فريقا من فرق كرة القدم الناشطة على مستوى فئة الناشئين أقل من 17 سنة، انطلقت بمدينة بتليميت فعاليات الدورة الأولى لبطولة الناشئين المنظمة من طرف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. هذه التظاهرة الرياضية التي تنظم لأول مرة في بمدينة بتليميت، وهذا كما تعلمون يدخل في إطار الاهتمام الذي يليه فخامة رئيس الجمهورية للشباب. تجسد ذلك في أمور كثيرة، منها إنشاء مجلس أعلى للشباب، منها كذلك تخصيص 1% من ميزانية الجمارك لصالح الشباب، وذلك من أجل النهوض به في جميع المجالات. البطولة التي ستستمر مدة 4 أسابيع ستشكل فرصة لعدد من المواهب الرياضية في هذه المدينة من أجل البروز والتطور. وبالتزامن مع ذات البطولة انطلقت منافسات التظاهرة الموسمية المعروفة بكأس عمدة أبي تليميت في طبعتها للعام 2016، وذلك بمشاركة 20 فريقا من بين أهم وأقوى فرق كرة القدم المنتشرة في هذه المدينة. حاكم مقاطعة أبي تليميت رفقة المندوب الجهوي للشباب والرياضة وعدد من الأطر الرياضية بالمدينة أدوا زيارة اطلاع للمندوبية المقاطعية وتعرفوا عن كثب على الأدوار التي تقوم بها في سبيل خدمة الأنشطة الشبابية والرياضية في هذه المدينة. دوليا في هذه النشرة، قال رئيس الغابون علي بونغو الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة إن قرار إعادة فرز نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد يرجع إلى المحكمة الدستورية. جاء ذلك كرد على مطالب المعارضة التي وجدت دعما من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس. وكان فالس قد دعا اليوم إلى إعادة فرز نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الغابون والتي شهدت فوز الرئيس علي بونغو بفارق ضئيل بنسبة 49.80% قبل 48.23% لمنافسه الرئيسي جون بينغ. نددت الفلبين اليوم بعزم الصين على بناء جزيرة بشكل سري في بحر الصين الجنوبية مما يساهم في تفاقم التوتر في هذه المنطقة. جاء هذا التنديد خلال قمة آسيان المنعقدة في لاووس، تؤكد مانيلا امتلاكها لصور عن سفينتين صينيتين تقتربان من جرف سكاربرو للتحضير لبناء جزيرة اصطناعية، مع أن الفلبين تعتبر هذه المنطقة تابعة لحدودها. دق صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ناقوس الخطر، مؤكدا أن الأطفال أصبحوا يشكلون الآن أكثر من نصف اللاجئين في العالم. جاء ذلك في تقرير أصدره الصندوق كشف عن وجود نحو 50 مليون طفل يعانون بسبب النزوح أو اللجوء هروبا من الأزمات والحروب. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في تقرير جديد تقول إن نحو 28 مليون طفل اضطروا للنزوح الداخلي والخارجي بسبب النزاعات والعنف في جميع أنحاء العالم، ويشمل هذا الرقم 10 ملايين طفل من اللاجئين و17 مليون من النازحين داخليا. وفي تقرير اليونيسف أن نحو 50 مليون طفل حول العالم أصبحوا إما لاجئين أو مشردين داخل بلدانهم أو مهاجرين بحثا عن حياة أفضل في الخارج بسبب عنف العصابات والفقر. اليونيسف في تقريرها حثت الدول على النظر في قضية اللاجئين والمهاجرين الحصر، وهو ما يعني أن التقرير يلمس تقصيرا دوليا عميقا
واعتداء على حقوق الأطفال. التقرير أوضح أن الأطفال عرضة للعنف والاستغلال، حيث أن الرقم يشكل نصف اللاجئين في العالم الباحثين عن مأوى في الخارج في عام 2015، مع العلم أن أكثر من 45% من الأطفال اللاجئين جاءوا من سوريا وأفغانستان. التقرير يتحدث عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يسافرون وحدهم إلى 100,000 في العام 2015، بزيادة 3 أضعاف عن عام 2014، وهؤلاء يقعون ضحايا لإساءة المعاملة والاستغلال، وبعضهم تقدم بطلبات للجوء في 78 بلدا في عام 2015، وتم تصنيف نحو 20 مليون طفل كمهاجرين تركوا مواطنهم بسبب الفقر وعنف العصابات، وغالبا ما يسافر هؤلاء دون وثائق قانونية. وحذر تقرير اليونيسف من أن الأطفال الذين يعيشون كلاجئين يواجهون أيضا زيادة كراهية الأجانب، وهم أكثر عرضة لترك الدراسة من أقرانهم من غير اللاجئين. قتل 4 من الشرطة في المكسيك في حادث تحطم طائرة مروحية تابعة للشرطة تم إسقاطها من طرف رجال العصابات. الشرطيون الذين لقوا حتفهم في الحادث كانوا يشاركون في عملية أمنية في ولاية ميشوكان التي تشهد اضطرابات مرتبطة بوجود مهرب المخدرات. أصيب شرطي آخر خلال العملية التي شنتها الشرطة في بلدة فتنجان، وكانت تهدف إلى اعتقال قادة خلايا إجرامية. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة ولكن بعد النشرة الاقتصادية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد لهذه الليلة. نبدأ نشرتنا كالعادة بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. فتحت شركة بيجو سيتروين الفرنسية لصناعة السيارات مصنعا لها في الصين في إطار سعيها لتوسيع انتشارها الدولي وتقليص اعتمادها على السوق الأوروبي. وتحاول الشركة الفرنسية التوسع لتلتحق بمنافسيها مثل فولكس فاجن التي حققت نجاحا كبيرا في السوق الآسيوي النامي، كما يأتي ذلك كجزء من خطة أعلنتها الشركة مؤخرا. أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا تراجع عدد السياح في الربع الثاني من السنة بنسبة 4.8%، وذلك بسبب تداعيات الاعتداءات التي ضربت فرنسا مؤخرا. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. سجلت فرنسا في الربع الثاني من السنة الحالية تراجعا في عدد السياح بنسبة 4.8%، وحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية فإن بطولة كأس أمم أوروبا التي احتضنتها فرنسا لم تكن كافية لإقناع السياح الأجانب للعودة لأول وجهة سياحية في 2015 بسبب الهجمات وسوء الأحوال الجوية في ربيع 2016. ووضح المعهد أن معدل مجيء السياح إلى فرنسا سجل تحسن في الربع الأول، لكنه تراجع مشددا من إبريل إلى يونيو، خصوصا مع تراجع عدد الأجانب في الفنادق والسكن المشتركة، وأن هذا التراجع شبيه بالتراجع الذي سجل في الربع الأخير من عام 2015 إثر اعتداءات نوفمبر. وارتفعت التأثيرات السلبية على السياحة الفرنسية بعد اعتداء نيس في يوليو، والذي خفف من تدفق الأجانب إلى البلاد. وسجلت الحركة السياحية تراجعا بنسبة 5.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015، علما بأن هذا التراجع بلغ 11% في مدينة باريس. وتركز التأثير في باريس وضواحيها، حيث زادت فترات إقامة السياح في المناطق الأخرى 2%، وساهم النشاط الضعيف في تراجع أرباح التشغيل للنصف الأول من العام لمجموعة أكبر الفندقية الفرنسية. وأكد مدير مجموعة السياحة الفرنسية أن رغبة السياح في السفر ما زالت متواصلة بالرغم من التهديدات الإرهابية والاضطرابات التي تلقي بظلالها على بعض المقاصد السياحية الرئيسية، مشيرا أنه يتوقع موسما سياحيا مزدهرا نهاية هذا العام.
وفي بريطانيا كشف خبراء اقتصاديون عن انتعاش السياحة في البلاد وسط مخاوف دولية من تدهور الأوضاع الاقتصادية وخفض درجتها الائتمانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وزاد حجم انفاق السياح بالعاصمة البريطانية لندن بنسبة 0.7%، وكان لتراجع قيمة صرف الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي واليورو والين دور كبير في انعاش السياحة في بريطانيا. الآن نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. ختام أخبار الاقتصاد لهذه الليلة، عودة إلى الغالية بعد الفاصل. شكرا لك عدنان. الآن إلى ملف النشرة لهذه الليلة، إذ يشكل شاطئ الصيادين بالعاصمة رافدا اقتصاديا مهما، حيث يوفر فرص عمل لعدد كبير من المواطنين عبر مختلف المراحل التي تمر بها الأسماك بدءا بالصيد وانتهاء بالتسويق. ملف النشرة لهذه الليلة يسلط الضوء على واقع العمل في شاطئ الصيادين. كم هو جميل أن تعيش طواعية بمحاذاة الشاطئ الأطلسي، وكم هو أجمل أن يكون إحساسك دائما أنك في بلد يصنف عالميا من أغنى البلدان من حيث الثروة السمكية. شاطئ الصيادين المحاذي للعاصمة تحول في الفترة الأخيرة إلى قطب تنموي وسوق جمعوي يفد إليه كل صباح العشرات إن لم أقل المئات من أبناء هذا الوطن الذين يأبون الاعتماد في قوتهم اليومي على عطاء الآخرين ويرفضون بشجاعة الاستسلام للكسل. الشباب هون منهم جاء كامل لا يعيش بالسلام ولا عنده مشكلة، واقتصادنا عايشين بينه بنزاهة ونعدلوا أعمال حرة ولا شايبتها شايبة، ونعيش هو وفي وطننا مسلكنا من المشي الشغل الخارج ولا عندنا مشاكل الحمد لله. ما شاء الله الشغلة هون جيدة تبارك الله، عملي هون ان شاء الله شهرة ذو الكران وعدل الشمو ذاك تشبشبوا هون وشروا الحوت ونبيعوه مره، تبارك الله شغله زينه والخير ياسر. هون الناس تشري الحوت وتبيعه، وهون الناس اللي ترسله الناس الاخرى تشتري الحوت الزين وتعطيها فضه، وهون الناس اللي تعامل ما خالق شكل المعاملات ما خالق فعلا عنها منطقه يالته تنمى ويالته يعرف لها الشيء. ما شاء الله زينه عندي الناس متمونكل اللي رافد الحوت واللي رافد كلاص واللي رافد الماء، ناس تتحرك واللي عنده الفضة واللي واقف تحاني هوته مثلا نشاط ما بيشي لا عن الناس عادة ما تحمد النعمة ما هو اللي تفوتها. نجي هون الساعة 8 مع الصباح والساعة 9 ولا أنت ما نقول البحر هون نسترزق، عندي بوسبوس هون نسترزق عليه، ما نجبر الفقية ما نجبر الفي ما نجبر شيء. المصدر الأساس الذي يعتمد عليه المستثمرون بجميع أشكالهم ومجالاتهم التجارية هو ما يجود به البحر يوميا من أنواع السمك، فصيده من الأعماق مهنة وجلبه إلى الشاطئ تخصص، والمقايضة فيه وتوزيعه عينات وكميات مجال آخر لا يقل شأنا ولا دخلا عن عمل الباعة بالتقسيط أو بالجملة. حركية سوق السمك تشهد كغيرها من أسواق العاصمة انتعاشا من فترة لأخرى، وحسب العارفين بأسرار البحر فموسم الخريف ليس موسم صيد بمفهومه الحقيقي، فالسمك المستهلك محليا يهاجر أيام الحر كما هو الحال لمعظم سكان العاصمة. الحوت ساعته ياسر يعود هوين وساعته قليل يعود واعر، هاي سيق الحوت دارك في السيق هذه واعر بيه قليل زي ما مالي زمن الخريف يعود الحوت قليل. هاي كربين ضرك ما يوصل كيل 2500 بيك، ضرك ما يوصل 2500 بيك، هو ضرك ما يوصل تمشي لأود ميل بيصان ضرك عاد 2500. هاي تشوف كيل 2500
شوف كبير 2500 هاي قال له كبارو دراد كيل 1000 وقي والله 900 وقي جيب عرفات مرة جمعة الصباح ومرة جد حمس ما شاء الله ونبيعوا البيع الزين الحمد لله ومجتهدين في ذلك العدل نبيعوا كربيل ونبيعوا كبارو ونبيعوا نقط ونبيعوا مولين هات شوف ونبيعوا ذا كامل الحمد لله سواء الحوت كاملين عيانا نبيعوا 200 ألف عيانا نبيعوا 300 ألف عيانا نبيعوا قاع ما جينا من الأوقات ما نبيعوا قاش وهناك أسباب جعلت الحوت ما هو مجبور منها التحوات البلبل حاليا مفتوح من سابق رمضان إلى الآن ما زال ماشي أكثر نتيجة من حوت القشببي اللي بلبل كيلو لاحق 2000 2200 ومتيسر ما هو كي حوت القشبة بخلاف حوت القشبة ما هو متيسر فهمتوا وهناك وسبب وعره به اللي القارب يختار يمشي يقيس بلبل لا يجبر منه زقيب الله زقيبتين قيل يواخذوا 150 والله 200 ألف بخلاف حوت القشبة تفوت نهارين ثلاثة أربعة لابد أنك من تلوده نهارين أربعة ثلاثة لماذا؟ باللي ما موجود الاتحادية الوطنية للصيادين لا ترى في المسألة جديدا سوى أن الثروة السمكية وافرة منها ما يصدر إلى الخارج بأسعار باهظة ومنها ما يوزع في أسواقنا المحلية بأسعار في المتناول أحيانا ومجانا أحيانا أخرى الحوت موجود يا غير في البحر وذا منه اللي مخزن في الزينات ما هو هو الأصل تشتري الناس به اليوعر من سوق الناس والحوت اليومي اللي يجي اللي ما فات عادوا عليه الصواير كثيرة وهو اللي قاعد يقبلوا السوق اللي نورك 5 أيام 4 أيام خالق رياح القبلة ومنين تخلق رياح القبلة يهيج البحر ومنين يهيج البحر وعود الميناء ما هو خالق يعود الدخول على الصيادين صعيب وفيه الخطر ونقول لهم لا يدخلوا البحر اللي نباع في السوق المحلي الحوت كيف انه نحط لما فاتوا تعلقوا به صواير البرد ولا الحمل ولا شيء وحرصا من الجهات المعنية على تنظيم هذا السوق والضبط العمل فيه برزت مؤخرا تكتلات جماعية تقول إنها تعمل في إطار القانون على دعم سياسة الدولة الرامية إلى الحفاظ على مخزون البلد من الثروة السمكية مع استفادة المواطنين منها هاي الاتحادية انشئت من أجل هذه الجماعة اللي عايشة على حاجة البحر من قالها السماكين الموريتانيين هي الجماعة اللي تعالج مادة السمك ما بين الصياد والمستهلك هذه هي اللي مهنتها المقتصرة فم نبثقوا منها جهات أخرى فيها المصدرين وفيها اللي الناس اللي تعالج الأسماك داخل الوطن في كيف توصلوا له في كل بلده احنا حركتنا اقتصادية ما عشت هذا اللي هون منتسب من السماكين الموريتانيين ما عنده أي مشكلة لا مادية ولا معنوية مرتفع عن معنوياتها كاملة وتشتغل كاملة وميدانية كاملة اللي عندها من المشاكل هو تفعيل بطاقة السماك هذا هو اللي عندنا من المشاكل ما عندنا أي مشكلة أخرى الفكرة موجودة والإرادة موجودة والعزيمة موجودة وكل شيء موجود والفضلة موجودة ما فهم مشكلة مولي معناه إن موجود شنو ما هو موجود هو تفعيل بطاقة السماك هذا هو ما هو موجود ميدانية مطالبين به لم يكن الحديث عن سوق عصري يتسم بهذه المواصفات البادية للعيان مسألة نقاش قبل سنوات قليلة فثقافة النزول إلى البحر والاستفادة من خيراته كانت شبه معدومة حسب قدامى السماكين الذين يتحدثون اليوم بشيء من الأريحية عن واقع جميل يخبئ لمستقبل ما هو أجمل هذا البحر ترى فيه ما كان عنده قانون وكان عملية فوضى القوارب يجوا حوتوا فيه كيف يبقوا يمشوا ذاك سماته والحوت ما عنده ما مجبور قيمته ولا مجبور لشيء مواطنين ما هم جابرين ضارك عاد ما شاء الله السوق موجود شرايك موجودين وعاد التصدير وقطعنا بطاقة عند الوزارة اللي نطالبنا بهاي المهنة قالت لنا قطعوا بطاقة ودخلوا المال نعود وحنا نساعدكم وعدلنا لك البطاقة أضعف اللي فينا قاطعها ب 36 ألف وبدأنا فيها للورك 7 سنوات وحنا نفرس الفضة وحتى قبلنا فرضنا للشرايك قالوا لنا قطعوا 250 وللنقل الداخلي المنتسبين فينا قطعوا 150 وتشجيعا للاستثمار المحلي في مجال الصيد التقليدي على هذا الشاطئ خاصة بدأت بعض المؤسسات العمومية والخصوصية تقريب خدماتها من الصيادين مع تسهيل ولوجهم إليها ضمانا للاستفادة المشتركة بين هذه المؤسسات والزبناء
وبحرية تامة تترجم معنى الليبرالية في السوق. تطل مريم من نافذة حانوتها المتواضع على هذا الشاطئ مقدمة لرجال البحر كل ما يحتاجونه من ضروريات أو من شاي موريتاني صنع في كؤوس صديقة للبيئة. حواتها فركلياني والله، نبيع بسكيتات، نبيع دلوين، نبيع مارو، نبيع اللي قديت كامل نبيعه. لا يحتاج شاطئ الصيادين ليكون قادرا على المنافسة إلا إلى المزيد من الاهتمام من طرف الدولة أو إلى لفتة من المستثمرين تدعم السياحة المحلية على الشاطئ الأطلسي. مشاهدينا، وبهذا الملف نختم نشرتنا لهذه الليلة. نذكر بأبرز العناوين: التوقيع بين بلادنا واليابان على مذكرة تفاهم تتعلق بتمويل تثبيت بعض التجهيزات الأمنية في مطاري نواكشوط ونواذيف. وزير الصحة يتفقد كل من إدارة الصيدلة والمختبرات والمختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية ويحث على مزيد من الصرامة في مراقبة الأدوية. الرئيس الجابوني يرد على مطالب المعارضة بأن قرار إعادة فرز نتائج الانتخابات الرئاسية يرجع إلى المحكمة الدستورية. مشاهدينا، بعد قليل يصحبكم أحمد والشريف المختار في حلقة جديدة من برنامج تحت الضوء، التي كما أسلفنا تسلط الضوء أو تتناول الليلة موضوع مراقبة جودة الأدوية. نلتقي بإذن الله في نشرة المنتصف. إلى اللقاء.